السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرئيس حسن من موقع خدمات ويب دوت كوم. لو عايزين تستعيدوا الدروس بتاعتنا بشكل منظم ومرتب، خشوا على الموقع بتاعنا. عايزين تضيفوا أي استفسار بخصوص مجال الويب ديفلوبمنت أو الويب ديزاين، خشوا برضه على الموقع بتاعنا. طيب، هنبدأ نتكلم النهارده في نقطتين مهمين جدا. أول حاجة إن أنا عايز أجيب الأي دي بتاع الموفي أو الفيلم اللي أنا سلكت عليه أو اخترته. تاني حاجة هنظهر قايمة بالاكتورز اللي هم في الفيلم ده. طبعا احنا هنظهرها بس الدرس اللي جاي هنجيب الاكتورز فعلا من الداتابيز. طيب، يبقى اول حاجه تعالى نجيب الايه الاي دي بتاع الشخص او الاي دي بتاع الفيلم اللي هو انا عملت له سيلكت. يعني لما اجي هنا في الشغل بتاعي لما اختار فيلم معين يطلع لي الاي دي بتاعه. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ مبدئيا هروح هنا على السيلكت، اقول هنا في موديل هسميه فيلم، وهعمل هنا برضو في bind عذرا في on change. يعني لما تيجي الراجل يغير القيمة بتاعتك، تمام، شغال لي function اسمها get actors مثلا بالشكل. طيب تعالوا نعمل function اسمها get actors، وطبعا نعمل الفيلم ده برضو. هنيجي هنا فوق خالص في الداتا، اقول هنا اعمل لي حاجة اسمها فيلم، والفيلم ده خليه فاضي في البداية بالشكل. بعد كده اجي اقول هنا ان الميثود ميثود بالشكل ده هي عبارة عن اوبجكت بيبقى فيها كل الميثود بتاعتي. اقول هنا اسم الميثود ايه، اقول هنا ان هي function بالشكل ده. هنا دي واو دي ولا ايه؟ لا تمام. المهم هقول له دلوقتي هات لي is this dot film بالشكل ده، واقول له اليرت الكلام ده. طبعا هشرح لكم دلوقتي ايه اللي حصل بالظبط، بس خلينا نشوف نجرب القصه عامله ازاي. هل لما اختار فيلم هيطلع له اي دي فعلا ولا لا؟ فعلا طلع له الاي دي بتاعه اللي هو 996 اهو. اختار اي فيلم تاني هيطلع له الاي دي بتاعه برضه. ايه اللي حصل بالظبط؟ تعالى تشيك. مبدئيا انا جيت هنا قلت له سمي لي الحقل ده بالفي موديل فيلم عشان قيمه الاي دي بتاعتي تتخزن في القيمه اللي اسمها فيلم دي. يعني طالما قلت له في موديل، في موديل دي لما تحط في اي انبوت بتجيب القيمه بتاعته، يعني الفاليو بتاعت الانبوت دي تتخزن في القيمه دي، تمام. طيب وقلت له لما تيجي تغير اعمل لي شغل لي الفانكشن دي، فهو اول ما غيرت اي حاجه راح مشغل لي الفانكشن دي. طب تعال نشوف الفانكشن دي اللي بيحصل فيها. الفانكشن دي بتقول لي هات لي قيمه الفيلم بتاعتك، فبالتالي هو راح جايب قيمه الحقل اللي اسمه فيلم وراح ظهرها لي عمل لي بيها اليرت فجيب لي الاي دي بتاعي. دي الفكره كلها. طيب انا عايز اعمل تشيك صغير كده، هقول هنا اف ان از اس دوت فيلم اللي هو الاي دي ده لا يساوي يساوي فاضي، اظن لا يساوي 2 يساوي بس بالشكل ده، اعمل لي اليرت. ايلس هنقول له بالله عليك ايه اليرت ايرور مثلا، نقول له مثلا ايه بليز سيلكت فيلم، ده من باب اللي هو ايه اقل الاستهلاك بتاعي بتاع الاستعلامات، لان كل مره هيبعت استعلام هيبعته، فانا عايز اتاكد بس اذا كان هو بيبعت فعلا اي دي ولا مش بيبعت. المهم تعالوا نعمل ريفرش هنا، هقول له هنا مثلا اي فيلم حقيقي، هيقول لي ماشي. لو قلت له مثلا فيلم اللي هي دي هيقول لك ايه بليز سيلكت فيلم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب تمام قوي. طيب انا عايزه يحصل ايه بقى؟ انا عايزه لما يبقى في فيلم يظهر لي السيلكت التاني بتاع الاكتورز. طيب تعالوا نروح نعمل سيلكت بتاع الاكتورز. تعالوا ناخد دي كده كوبي زي ما هي كده بيست، هنشيل بس الفور اتش دي، ونقول له ان بدل فيلم دي نقول له اكتورز، تمام. وهدي الاي دي دي مثلا، تعالى بس نعمل له طبعا ليبل. تعالى نعمل ليبل بالشكل ده هنا، ولا خليها مجرد سيلكت بلاش ليبل كده كده هنعمل اكتورز، تمام. مش محتاجين الاي دي في حاجه، محتاجين بس نغير في موديل نخليها اكتورز بالشكل ده، مش محتاجين دي كمان ومش محتاجين دي كمان، محتاجين بس ان يبقى فيها في موديل عشان اعرف اجيب قيمه الاكتور نفسه. المهم طيب هاجي برضه اروح هنا اقول له هنا اعمل لي اكتور وخليه فاضي بالشكل ده، تمام. وهبدا اقول له هنا في حقل هنسميه مثلا اكتور شو، وهدي له في القيمه الافتراضيه فولس
مش شكلها. طيب انا لو رحت دلوقتي عملت ريفرش هنا المفروض طبيعي جدا هلاقي فيه سيلكت خاص بالاكتورز تحت اهي زي ما انتم شايفين كده اهي اكتورز تمام. طيب انا عايز الاكتورز دي اول ما اخش صفحه تبقى ظاهره، عايز تظهر بس لما اختار فيلم معين. هعمل الكلام ده ازاي بقى؟ انا عملت هنا حاجه اسمها اكتور شو، هقوم واخد الاكتور شو دي اجي هنا على السيلكت ده اقول هنا في شو اكتور شو. طيب الاكتور شو دي بيساوي ايه؟ بتساوي في حالتنا هنا فولس، فبالتالي هتبقى مختفيه. تعال نشيك كده فعلا اختفت. طيب امتى تظهر بقى؟ لما اختار. طيب تعال لما اختار يظهر القصه دي. بكل بساطه هاجي هنا على الكود بتاعي هنا اهو واقول له لما يبقى في فيلم فعلا حول لي الزيس اكتور شو دي اللي هي مسؤوله عن اخفاء الاكتور بتساوي ترو، خليها ترو. ساعتها هو هيحول دي لترو، ساعتها هيظهر الايه؟ الاكتور شو. تعال نعمل ريفرش ونشيك. ادي الفيلم المفروض لما اختار دلوقتي زي ما انتم شايفين كده ظهر. طيب تعال نعمل فيلم هنا. المفروض بقى لما يبقاش فيه فيلد الاكتور دي تختفي برضو. تمام؟ طيب فهاجي هنا اقول له ان ذيس اكتور شو في حاله الالس، يعني في حاله ان هو ما فيش فيلم، هقول له خليها فولس لو هي بايه؟ بترو. فبالتالي لما اعمل ريفرش هنا مجرد ما اخترت فيلم هتظهر. طب ارجع اختار الفيلم اللي هو هنا هتختفي المفروض. اهي اختفت اهو زي ما انتم شايفين كده اهي اهو. طبعا هو بس ايه الاليرت ده بيأخرها ان هي تختفي، بس هي اول ما بدوس اوكي بتختفي على طول. طيب ده كان بالنسبه لدرس النهارده، نشوف الدرس الجاي هنعمل ايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.